التهاني كده او سلسله التهاني خلصت؟ لا لسه احنا معانا تهاني كتيره جدا جات للنادي الاهلي، منها تهنئه او تهنئه مهمه جدا كمان خلينا نقول من الشيخ مانع بن خليفه بن سعيد المكتوم للنادي الاهلي ومجلس كمان ادارته ولاعيبته وجهازهم الفني والاداري، ده كان عقب الفوز بالسوبر الافريقي زي ما كنا بنتكلم. كابتن الخطيب برضو عبر عن خالص شكره وعظيم امتنانه للشيخ مانع المكتوم، وثمن بصراحه حرص الشيخ على مشاركه النادي وجماهيره في كل المناسبات، لا سيما كمان احنا بنتكلم ان الشيخ مانع المكتوم من الناس اللي تعرفه، هو من الشخصيات يا كريم اللي بتعشق النادي الاهلي، وده من زمن طويل جدا، هو بيبقى دايما حريص على حضور على قد ما يقدر يعني ماتشات الاهلي، فشخصيه جميله وشخصيه نقدر نقول اهلاويه عربيه فعلا. صحيح. طيب خشوا